ارتجاج الدماغ، ما هي الأسباب؟ ما هي الأعراض؟ وما هو التشخيص والعلاج؟ تابع معنا. ارتجاج الدماغ هو إصابة تؤدي إلى فقدان مؤقت لوظائف الدماغ الطبيعية، وسببه عادة ضربة على الرأس. في كثير من الأحيان لا توجد علامات خارجية لضربة الرأس. يعتقد كثير من الناس أن ارتجاج الدماغ يسبب فقدان الوعي أو الإغماء، ولكن هذا غير صحيح. ففي كثير من الأحيان لا يفقد الشخص المصاب بارتجاج دماغي وعيه. التعريف الطبي الرسمي للارتجاج الدماغي هو متلازمة كلينيكية ناتجة عن قوة ميكانيكية أو صدمة تصيب الدماغ. تتصف هذه المتلازمة بتغير فوري ومؤقت في وظائف الدماغ، ويتضمن هذا التغير تبدلا في الحالة العقلية ودرجة الوعي. عادة لا يتذكر المصابون بالارتجاج الدماغي ما حصل مباشرة قبل الصدمة وبعدها، وقد يتصرفون جميعهم بارتباك. قد يؤثر الارتجاج على الذاكرة والحكم والحكم والارتكاس والكلام والتوازن والتآزر العضلي. عند الشك بحصول الارتجاج الدماغي يسأل المسعفون والمدربون الشخص المصاب إن كان يعرف اسمه ومكانه والعام الذي هو فيه. يجب أن يؤخذ الارتجاج الدماغي البسيط بجدية. يؤكد الجراحون العصبيون وخبراء الصدمات الدماغية أنه بالرغم من أن بعض حالات الارتجاج الدماغية ليست شديدة كغيرها، إلا أنه لا توجد حالة تسمى بالارتجاج الدماغي البسيط. في معظم الحالات لا يفترض أن تسبب حالة ارتجاج دماغي واحدة تلفا دائما. قد يحصل التلف الدائم المعيق أو المميت بعد الارتجاج الدماغي الثاني إذا تلا الأول بفترة قصيرة، حتى ولو لم يكن هذا الارتجاج الثاني شديدا. بحسب مركز أبحاث الصدمات الدماغية في جامعة بيتسبرغ، أكثر من 300,000 حالة ارتجاج دماغي تتعلق بالرياضة تحصل سنويا. وتقدر احتمالية الإصابة بالارتجاج خلال ممارسة رياضات تتطلب الاحتكاك أن تكون مرتفعة، فتصل إلى 19% في كل عام من الممارسة. تصل سنويا أكثر من 26,000 حالة ارتجاج في المدارس الثانوية أثناء ممارسة الرياضات المتطلبة للاحتكاك الجسدي، وفي الجامعات بين لاعبي كرة القدم الأمريكية يحصل ل 34% منهم ارتجاج واحد، ول20% منهم عدة ارتجاجات. تظهر التقديرات أن إصابات الدماغ تدوم لفصل واحد عن حوالي 4% إلى 20% من لاعبي كرة القدم الأمريكية في الجامعات والمدارس. احتمالية حصول الارتجاج الدماغي عند لاعبي كرة القدم الأمريكية الذين أصيبوا به من قبل أكبر من 3 إلى 6 مرات من غيرهم من اللاعبين الذين لم يصابوا به مسبقا. وجدت دراسة في جامعة ماكجيل في مونريال أن 60% من لاعبي كرة القدم في الجامعات اشتكوا من أعراض ارتجاج دماغي على الأقل مرة واحدة خلال الفصل. أظهرت الدراسة أيضا أن نسبة الارتجاج الدماغي عند لاعبي كرة القدم موازية تقريبا لنسبته عند لاعبي كرة القدم الأمريكية. بالنسبة لهذه الدراسة، فإن الرياضيين الذين تعرضوا للارتجاج مسبقا هم أكثر عرضة ب4 إلى 6 مرات للإصابة به مرة أخرى. أدى هذا البحث لارتفاع الاهتمام بتطوير خوذة وقائية للاعبي كرة القدم، ولكن من غير الواضح إن كانت هذه الخوذة ستخفف فعلا احتمالية الإصابة بالارتجاج. خلال كأس العالم 2014 أشعل استمرار حوادث الارتجاج الدماغي عند اللاعبين المشاركين النقاش حول ضرورة احتواء تلك الحوادث من جديد، خصوصا بعد أن أصيب لاعب ألمانيا بصدمة شديدة وأكمل اللعب إلى أن سحب من الملعب بعد فترة وجيزة. أنشأ الدوري الأمريكي لكرة القدم أنشئ سنة 2010 أنشأ لجنة لإدارة حوادث الارتجاج الدماغي ووضع اختبارات أساسية عصبية نفسية إلزامية للاعبين. حاليا يجب سحب اللاعب مباشرة إذا ظهرت عليه إشارات إصابة في الرأس. إذا لم تظهر سلسلة من الاختبارات المعرفية الإدراكية نتائج تنبئ بوجود ارتجاج، يحول اللاعب إلى مختص في الفريق قبل العودة للعب، ويجب أن لا يظهر أعراضا لمدة 24 ساعة قبل أن يسمح له باللعب.
وبالرغم من هذا فإن الكثير يقلقون من عدم تطبيق هذه القواعد بصرامة كما يجب. يقول الطبيب في فريق نيويورك ريد بولز الدكتور رايلي ويليامز: دائما هناك فرق بين ما تمليه السياسة وبين التطبيق الفعلي في الملعب. عادة ما يترك الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي ينظم كأس العالم القرارات للفرق. السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الأعراض لارتجاج الدماغ؟ قد لا تظهر بعض الإصابات الخفيفة للدماغ في الفحوصات العصبية الروتينية، فعموما لا تظهر الاختبارات التشخيصية أي تغيرات. لهذا يعتمد التشخيص على نوعية الحادثة وعلى وجود أعراض معينة، ويمثل التخليط العارض الأساسي. ما هي أوجه التخليط الأساسية الثلاثة؟ عدم القدرة على المحافظة على نمط تفكير متناسق. ثانيا، اختلال في الوعي واشتداد في عدم التركيز. ثالثا، عدم القدرة على القيام بسلسلة من الحركات الهادفة. ما هي أعراض ارتجاج الدماغ؟ أولا، ألم مستمر في الرأس. ثانيا، اضطرابات في الرؤية. ثالثا، الدوخة، الغثيان والتقيؤ، فقدان للذاكرة، طنين الأذنين، صعوبة في التركيز، حساسية للضوء، وفقدان لحاسة الشم والذوق. في حال حصول أي من هذه الأعراض بل التعرض لصدمة على الرأس، يجب زيارة مختص في أقرب وقت ممكن. الارتجاج الدماغي والإصابة في الرأس: تحمي الجمجمة الدماغ من الضربات ذات القدرة على الاختراق، ولكنها لا تستطيع احتواء كل آثار الضربة العنيفة. يغلف الدماغ داخل الجمجمة السائل الدماغي النخاعي، ولكن بالرغم من ذلك تستطيع ضربة مفاجئة أو انخفاض خاطف في السرعة أن يسبب ارتطام الدماغ بالجمجمة من الداخل. يحتمل تمزق الأوردة الدموية، اقتلاع الألياف العصبية، وتكدم المادة الدماغية. أحيانا قد تتسبب الضربة بتلف مجهري لخلايا الدماغ دون التسبب بتلف بنيوي يظهر في التصوير المقطعي المحوسب. في الحالات الشديدة تبدأ أنسجة الدماغ بالتورم، ولأن الدماغ لا يستطيع تخطي جدران الجمجمة القاسية، يضغط التورم الشديد على الأوعية الدموية مسببا تضييقا على تدفق الدم. دون تدفق دموي طبيعي لا يصل الأكسجين والجلوكوز الضروريان إلى الدماغ، وهذا ما قد يسبب سكتة. لدى التورم الدماغي القدرة على تضخيم شدة الإصابة، وتستطيع الضربة على الرأس أن تسبب ضررا شديدا وفوريا للدماغ. الرضة هي تكدم في الأنسجة الدماغية وتتضمن نزيفا وتورما في الدماغ. يحصل تكسر الجمجمة عندما تنكسر عظمة الجمجمة، وتكسر الجمجمة بحد ذاته قد لا يكون بالضرورة مضرا بشدة، ولكن أحيانا قد تسبب الجمجمة المكسورة نزيفا أو تلفا إذا اخترقت الأجزاء المكسورة الدماغ وأغشيته. التورم الدموي هو خطرة تتجمع في الدماغ أو حوله، يستطيع استمرار النزيف أن يضخم التورم الدموي بسرعة، وفي حالة تورم الدماغ يمكن لارتفاع الضغط داخل جدران الجمجمة القاسية الضيقة أن يسبب مشاكل عصبية، وقد يهدد الحياة أيضا. تتطلب بعض التورمات الدموية حالات جراحية طارئة. التورمات الدموية الصغيرة قد لا تكتشف في البداية، ولكنها قد تسبب أعراض وتحتاج علاجا بعد أيام أو أسابيع عدة. ما هي إشارات التحذير في حال وجود إصابة رأس شديدة؟ الألم في الرأس: ألم دائم أو متقطع. ثانيا، خلل وظيفي حركي، وهو عدم القدرة على التحكم بالوظائف الحركية أو تنسيقها أو اختلال في التوازن. ثالثا، خلل حسي، تغيرات في القدرة على السمع، التذوق، الرؤية، الدوخة، وحساسية مفرطة للضوء أو الصوت. الخلل المعرفي، وهو قصر مدى الانتباه، سهولة التشتت، سهولة التحفيز من البيئة، صعوبة في المحافظة على التركيز أثناء أداء مهمة ما، وصعوبة في اتباع التوجيهات وفهم المعلومات، الإحساس بالتيهان، تخليط، وصعوبات عصبية نفسية أخرى. خلل في الكلام، وهو صعوبة في استحضار الكلمة الصحيحة، صعوبة في التعبير عن الأفكار والكلمات، وعسر التلفظ.
في حال حدوث أي من هذه الإشارات، احصل على المساعدة الطبية فورا. ما هو علاج ارتجاج الدماغ؟ العلاج المرجعي لارتجاج الدماغ هو الراحة. لآلام الرأس يمكن أخذ حبوب الخلجانول، الأسيتاموفين المعروف بالباراسيتامول عادة. تكون آلام الرأس ما بعد الارتجاج مقاومة لأدوية ذات مواد تخديرية أقوى. قد يعاني المصابون في الرأس من أعراض تستمر لأسابيع أو أشهر، وهذا ما يعرف بمتلازمة ما بعد الارتجاج. تشمل الأعراض مشاكل في الذاكرة والتركيز، وإرهاقا ودوخة وأرقا ونعاسا شديدا. يجب على الأشخاص المصابين بهذه المتلازمة تجنب الأنشطة التي تزيد من احتمالية تعرضهم لارتجاج ثان. يجب أن لا يعود الرياضيون للعب أثناء الإحساس بهذه العوارض، كما يجب أن يأخذ الرياضي الذي تعرض لارتجاج عدة مرات بعين الاعتبار عدم العودة لممارسة رياضته. متلازمة الأثر الثاني. تنتج متلازمة الأثر الثاني عن ورم دماغي حاد وعادة قاتل، والذي بدوره يكون ناتجا عن التعرض لارتجاج ثاني مستمر قابل الشفاء التام من الارتجاج السابق. يعتقد أن يسبب هذه المتلازمة احتقان وعائي وضغط مرتفع داخل القحف. قد يحصل الاحتقان والضغط بسرعة شديدة، وقد يستحيل أن يصعب التحكم بهما. ترتفع احتمالية حدوث متلازمة الأثر الثاني في الرياضيات في الرياضات التالية: الملاكمة، كرة القدم، هوكي الدحرجة وهوكي الجليد، كرة القدم الأمريكية، كرة السلة، التزلج على الثلج وكرة القاعدة. يظهر تقرير مركز مكافحة الأمراض واتقائها أن معدل الوفيات سنويا بسبب ارتجاج الدماغ هو 1.5%. في معظم هذه الوفيات لم يشخص الارتجاج الذي حصل قبل الارتجاج الأخير. نصائح للوقاية من الإصابة في الرأس: دائما استعمل الخوذة الوقائية أو تلك الموافق عليها لرياضات معينة من الجمعية الأمريكية لاختبار المواد. معايير الجمعية صارمة عند اختبار خوذ الكثير من الرياضات. تأتي الخوذ بأحجام وأشكال مختلفة للكثير من الرياضات، ويجب أن تكون مناسبة لكي تؤمن الحماية القصوى من إصابات الرأس، بالإضافة لتجهيزات السلامة الأخرى. يجب ارتداء الخوذة دائما في الحالات التالية: كرة القاعدة والبيسبول، رياضة ركوب الدراجات، كرة القدم الأمريكية، رياضة الهوكي، ركوب الخيل، التزلج، المصارعة وسباق السيارات. يوصي خبراء السلامة في الرياضة بارتداء خوذة الرأس الوقائية للفنون القتالية، كرة القدم الأمريكية والقفز بالزانة. ويجب أيضا مراقبة أطفالك الصغار دائما، ولا تسمح لهم باستخدام أدوات رياضية غير مناسبة لعمرهم أو لعب رياضات غير ملائمة لعمرهم. لا تقفز في مياه يقل عمقها عن 9 أقدام أو في الأحواض غير المحفورة في الأرض. اتبع كل القواعد الموضوعة في المسابح والمنتجعات المائية. ارتدي ملابس تناسب الرياضة التي تمارسها. لا ترتدي أي ملابس تؤثر على رؤيتك. لا تمارس الرياضة عند المرض أو التعب الشديد. اتبع إشارات المرور جميعها، وانتبه لباقي السائقين عند ركوب الدراجة وعند التزلج على اللوح. تجنب الطرقات الوعرة أو غير المتساوية أو غير المعبدة عند ركوب الدراجة وعند التزلج على اللوح. أجري فحوصات السلامة بانتظام للملاعب الرياضية والأدوات. تخلص من المعدات الرياضية ومعدات الحماية التالفة واستبدلها. دائما ضع حزام الأمان عند قيادة السيارة والخوذة عند ركوب الدراجة النارية. لا تقود أبدا وأنت تحت تأثير الكحول أو المخدرات، ولا تركب مع أحد إن كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات. احتفظ بالأسلحة النارية المفرغة في خزانة مقفلة، وخزن الذخيرة في أماكن آمنة ومقفلة أيضا. أزل من المنزل الأخطار التي قد تسبب السقوط. استخدم سجادا آمنا، وانقل الأسلاك الكهربائية المكشوفة إلى مكان آمن. ضع الألعاب في مكانها المناسب، واستخدم بوابات السلامة، وركب قضبانا للشبابيك. ركب أيضا درابوزين إن كنت ضعيفا أو متقدما في السن.